وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نجي أول شيء نعالج موضوع قرة. أولا قرة إذا بتلاحظوا اللي منها الاستقرار ومنها القرار ومنها حتى القرار، إذا بتلاحظوا ممكن يستخدم القرار على الأرض المطمئنة، ممكن يستخدم قرار القاضي كمان. طب شو علاقة قرار القاضي بالأرض القرار المستقرة يعني؟ مش هيك؟ وقرار القاضي إيش؟ مش هيك؟ طب والقارورة والقارورة وكل ما يشتق من قارة فيه معنى، فيه معنى أحيانا التمكن الثبات، وفيه شوية هيك استمرار، لأنه الاستقرار إذا بتلاحظوا شو هو، فيه ثبات وتمكن واستمرار الاستقرار، تمام؟ إذن هذه المعاني. طيب واللي لو جينا قلنا طيب موضوع قرار القاضي إيش؟ كأنه قرار القاضي فيه تثبيت خلاص، وأصبح الموضوع ماكن، شو أضفنا وانتهى ومشيت الأمور على هذا الحال، هي توفرت فيها في قرار القاضي هاي المعاني، مش قلنا فيها تمكن وفيها ثبات وفيها استمرار. طب ولما يقرر القاضي أو يقرر الجماعة خلاص بين بعضهم، شو قراركم يا جماعة؟ قرارنا كذا، يعني ثبت وتمكن الأمر وخلاص بنمشي عليه، هاي إذن له علاقة. وسبق تحدثنا بالقوارير في التفسير، لأنه غالبا يستقر فيها الماء أو غيره من الأشياء التي توضع فيها تستقر وتثبت فيها، فهي قارورة. طب هي القارورة الشفافة ولا مش شفافة ولا غيره؟ احنا سبق تحدثنا بهذا بالتفصيل في موضوع قارورة. شو كمان موجود من قارة؟ مثلا عندكم الكر، مش الكر يعني ابن الحمارة، احنا هم من كل كر، هو اظن كاف، كر بالكاف يا فلاحين ولا بالكاف؟ هو إذن هو كر ابن الأتان، يعني مش هي أتان الحمارة، أتان يعني في ناس بيشوفوا أتان يعني ألطف من حمارة، طب ما لها، ما هي حمارة وجوز حمار، وين الإشكال؟ وفي حزب تكون في شمال العراق مرة بيقدس الحمير وبعدين التغى. المهم وفي عندكم الحر والقر، ولكن أنا أرى يبدو أنه الأغلب أنها هي القر، البرد، القر بضم القاف. أم بالعبرية إيش بيقولوا يا عماد؟ قور. ما هي أصلا لغات سامية، وأقرب لغة سامية للسامية الأم العربية. ومش بس هيك، وفي قلنا عن شخص قدم رسالة ماجستير في النجاح يثبت هو فيها انه العبرية لهجة عربية بائدة، لهجة عربية بائدة. طبعا عشان نوضح للوصف، يعني بيقولوا عن الاشي كار بارد، ولكن البرد نفسه كور. البرد كور، والاشي البارد كار. هذول العبري منها ممكن ايش احمد كريم. كيش كريم او لا بلاش يمكن الان، خلينا بالشيء اللي مش ممكن. واما القوارير مثلا قرة عين لي ولك، هاي مين اللي قالته؟ امرأة فرعون. قرة، لاحظوا، قرة عين لي ولك. طيب ايش قرة العين؟ هم قالوا على فكرة، بعضهم بيقول انه مأخوذة من القر اللي هو البرد، لانه غالبا لما الانسان يسر دموع عينه تكون باردة، واذا حزين بتكون حارة، فلما يكون مسرور وحتى لو دمع ايش بتكون باردة، تمام؟ وبالتالي بيقولوا قرة العين، يعني بمعنى برودتها
ولكن يبدو القضية مش هيك، يبدو القضية مش هيك. نشوف، نرجع لمعنى قرة مشان نشوف ليش البرد هو القر البرد. هل كنت نجي من ناحية فيزيائية، فيزيائية خلينا نأخذ المواد الصلبة. المواد الصلبة لما يكون برد ايش بصير فيها؟ تنكمش. تنكمش مش هيك؟ وشو مثلا لاحظوا الماء، الماء الان مثلا لما بيبرد كثير شو بصير؟ بتجمد وبصير ثلج، بصير صلب، وبتجمع بقوة، بصير برضو متماسك قوي نتيجة البرد. واذا كان الماء اصلا يسيل ويجري لما بتجمد شو بصير؟ بسكن، بستقر وبثبت على حال، في حين لو كان سائل ايش بكون؟ طيب ولو جينا سخناه ايش بصير؟ المواد الصلبة اذا سخناها شو بتصير؟ تتمدد. اذا هناك بالبرد بتتقلص وفي الحر تتمدد. مش بس تتمدد، هو اصلا جزيئات المادة، ولكن بدي اطلع استاذ العلوم مشان يقول او لا، جزيئات المادة بالحرارة بتسرع وبصير متحركة، الجزيئات مش هيك يا شيخ؟ اذا جزيئات المادة بالحرارة ايش بصير؟ بتسرع، بتتحرك بسرعة. وبالبرد بالعكس. اذا رجعنا لنفس الموضوع، القر اللي فيه ثبات وتمكن يعني استقرار على حال، استمرار، لانهم ملاحظين اصلا هم انه البرد حتى لما بتبرد الناس بقل حركتها وبيلتزموا بيوتهم كمان وبيجمعوا الصلوات طيب وفي الحر ويبدو من هون هذه المسألة أصلها، إنه أصلا الإنسان المضطرب، الإنسان المضطرب بالذات بتقدر تعرفه من عينيه، عينيه، واللي مبسوط ومطمئن، مطمئن تماما برضو من عينيه. المضطرب والقلقان إيش شو بتكون عينيه؟ تتحرك. إذا بدناش نروح الآن لبرد العينين، بدناش نروح، بدنا نرجع لأصل الكلمة في قرة عين لي ولك، لأنه العين إذا استقرت العين ما عادتش تتحرك باضطراب، معناته هذا شخص مطمئن. إذا في عينيه بتتحرك ونشعر بأنه مضطرب من حركتها، مش من سكونها، نشعر أنه مضطرب من حركة العينين مش من سكونها، فعندها خلاص بنعرف أنه هذا منزعج، الرجل وراه شيء، وإذا ساكن وكل شيء تمام هذه أصلها يبدو. ولأنه أصلا البرد استقرار، تجمد واستقرار وتجمع، تجمع وتجمد واستقرار وثبات على حال تمام، والحرارة بالعكس تماما، هي أصلها كلها مردودة لمعنى قر، قرة تمام. طيب وكل أمر مستقر، نرجع لها الآن إن شاء الله، نروح لآية إيش؟ 67 الأنعام.